وفي تعاون دائما وبحضور ممثلي السلك الدبلوماسي لعدة دول أفريقية بالجزائر، أشرف اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي لجمهورية تنزانيا المتحدة السيدة ستيرغومينا لورنس تاكس. المناسبة كانت سانحة للإشادة بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وبحث آليات تعزيز روابط التعاون القائمة بين البلدين. اليوم نقف على التدشين الرسمي لسفارة جمهورية تنزانيا بالجزائر. هذا فخر كبير بتواجدي معكم لتسجيل هذه اللحظات التاريخية التي تصادف الذكرى 60 للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين. تدشين السفارة اليوم يعزز الشراكة بين تنزانيا والجزائر ويدفع بالعلاقات الأخوية والتاريخية إلى آفاق أوسع. أنا واثق أن وجود سفارة الجمهورية التنزانية بالجزائر سوف يمكننا من تسريع وتيرة علاقات التعاون الثنائية بين بلدينا وتمتين علاقاتنا السياسية التي تشهد توافقا كبيرا حول عديد القضايا والملفات الدولية وتطويرها للمنفعة المتبادلة في خضم اختتام الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة التي تشرفنا برئاستها مناصفة ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية تنزانيا.